عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم تنسوا تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعوا من بلايك عشان يوصل لكم كل جديد. والآن نوفيكم بأسعار الدواجن في مصر اليوم الاثنين 25/7/2022. ونبدأ لحم الفراخ البيضاء من 30 جنيه ل 31 جنيه، لحم الفراخ الساسو من 49 إلى 50 جنيه، لحم الفراخ البلدي من 35 إلى 36 جنيه، لحم أمهات أبيض من 26 إلى 27 جنيه. أسعار الكتاكيت: كتكوت أبيض فهي كالتالي: كتكوت أبيض عمر يوم 6 جنيه ل 6 جنيه وربع، كتكوت ساسي عمر يوم من 4 جنيه و75 إلى 5 جنيه، كتكوت بلدي عمر يوم من 3 جنيه إلى 3 جنيه وربع. أما بالنسبة لأسعار البط فهو كالتالي: كتكوت بط فرنساوي عمر يوم 6 جنيه ونص 7 جنيه ونص، كتكوت بط مسكوفي من عمر يوم 14 جنيه إلى 15 جنيه، كتكوت بط مولر عمر يوم 15 جنيه إلى 15 جنيه ونص، لحم بط فرنساوي 24 جنيه إلى 24 جنيه ونص، لحم بط مسكوفي 47 إلى 47 جنيه وربع، لحم بط مولر 31 إلى 32 ونص. أما بالنسبة لأسعار الرومي فهو كالتالي: كتكوت رومي أسمر عمر يوم 15 إلى 16 جنيه ونص 17 جنيه، كتكوت رومي بوم عمر شهر من 17 جنيه إلى 16 جنيه ونص، كتكوت رومي برونزي عمر يوم من 16 جنيه ونص 17 جنيه، كتكوت رومي برونزي 500 جرام 45 يوم من 44 جنيه إلى 44 جنيه ونص. أما بالنسبة لأسعار السمان فهو كالتالي: كتكوت سمان أسمر بري عمر يوم 2 جنيه وربع إلى 2 جنيه ونص، كتكوت سمان أبيض هجين عمره يوم 2 جنيه و75 إلى 3 جنيه، كتكوت سمان هجين بياض عمره 14 يوم من 5 جنيه ونص إلى 6 جنيه. أسعار البيض اليوم: بيض أحمر الكرتونة من 65 إلى 66 جنيه، البيض الأبيض الكرتونة من 60 إلى 61 جنيه ونص، البيض البلدي من 60 إلى 61 جنيه، مع العلم بأنه يتم مضافة من 2 إلى 10 جنيهات على أسعار البورصة حتى يصل إلى المستهلك. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار الدواجن في مصر اليوم الاثنين 25 يوليو 2022. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لدعم البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.